والله يا ابني ده انا كنت جعان. لا يا ام الاكل ده مش تبعك، ده اكل انا ومراتي، اكلك جوه يا ام. اتفضلي اكلك اهو يا ام، لو عوزت حاجه انا باكل بره. ماشي يا ابني. كل يا سيد كل. استنى نشوف مين اللي علق. مين اللي هيجيلنا دلوقتي؟ يا نهار ابيض ده كل سام. يا نهار ازرق، استني استني ما تفتحيش. تعالى يا امي تعالى تعالى نقعد بره. تعالى ناكل. لا ناكل بره. انا كنت جبت لي الاكل. لا سيبك من الاكل ده، ناكل بره. تعالى ماشي. اتفضلي يا امي اتفضلي. ماشي يا معلش يا امي، حسام على الباب بس ما تقولش ان انت كنت بتاكل على الارض. يعني انت جبتني هنا عشان كده؟ معلش عشان ما حصلش مشاكل. افتحي يا سالي. ازيك يا حسام؟ عامله ايه يا سالي؟ الحمد لله. ايه ده انت بتاكله؟ حماتي بتحبني. ايوه يا عم حماتك بتحبني. عامله ايه يا ام؟ الحمد لله كله تمام. يعني انا حظي كده اجي على الاكل. يلا يا عم يلا بس. ماشي هقوم اغسل ايدي. ماشي ماشي بسرعه عشان هتيجي مش هتلاقي الاكل. معلش بقى جبر لي امك هتقعد عندك اليومين دول عشان خاطر انت عارف انا جاي مموري في الشغل. ربنا معاك يا حسام، عيب اللي انت بتقوله ده ضمي. ربنا في عينيا اكيد. ده عشان فيك يا جبريل، انا برضه قلت بلاش اوديها لاختك عشان خاطر جوزها وكده. لا اختي ايه وانا رحت فين؟ بقول لك يا حسام لو ما شلتهاش الارض اشيلها فوق دماغي. ربنا يخليك يا جبريل. ضمي برضه. خلي بالك عشان امك بتاخد علاج وبتاخده في مواعيد. لا والله والله العظيم برضه قول لمراتك معلش بس هما ست ايام. لا 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 مالهاش دعوه مرات. ربنا يخليك يا جبريل. مش عارف اقول لك ايه. جبريل بعد اذنك بس ارد على سالي. ايه نعم يا سالي؟ تعالى بس. هو ايه اللي بيحصل بره ده ان شاء الله بقى؟ في ايه يا امي؟ هي امك هتلزق لي هتقعد لي هنا في البيت ولا ايه؟ في يا سالي ضمي يا سالي. بقول لك ايه يا جبريل، انا مش عايزه وجع دماغ. هتفضل لسه وبعدين ده العمل الغلط. مش عايزه وجع دماغ، خليها بس عشان خاطر. عشان خاطرك ايه؟ اعوضك عن اي حاجه، هي تقعد معانا كام يوم. يا ابن الحلال انا مش فايقه لها. استني ما حسام هقعد اخدمها واقعد اعمل لها. انا مش فايقه لها. يا بنتي فهمي اكيد حسام هيسيب فلوس، ده لسه لها علاج ولها حكايات. ومين قال لك بقى ان هو هيسيب فلوس؟ ما ممكن يسيبها عندنا واحنا اللي نلبس يا اخويا. يا بنتي اكيد هيسيب فلوس، ده لسه لها علاج وكشوفات وكده كده. انا قاعده في الاوضه الزياده مش هنعمل بيها حاجه. انا ناقصه. لا بس انت ما تطرقش الوش ده بعد اضنك عشان خاطر. بعد اذنك. امال انت شخصيتك ضعيفه دي اللي مودياني في ده؟ معلش وحسام ده بيتحكم فينا. معلش معلش يا اخويا حاولت عمها حلو بس هطلع معاهم بره بس عشان ما يحسوش بحاجه. معلش بقى جبريل خد بقى خلي ايه اللي انت بتقوله ده حسام؟ ايه عشان خاطر معلش عشان يا حسام انا ضايف امي يا ابني اسكت بس عشان محدش يسمعنا. عشان خاطر العيال بيضحك كتير والكلام ده، وطبعا عشان خاطر انا عارف مصاريفك وانت ومراتك اللي هم معاك دول 4000 جنيه هم يا حسام. معلش عشان خاطر العلاج بتاعها لو خلص يعني، بس النبي بتديها بس في مواعيده. ماشي ما تعرفش اي حد بس دول اشيلهم من امك ماليش دعوه بمصاريف. لا, لا 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 كل المصاريف عشان خاطر بس انت برضه اخويا يعني ايه المشكله؟ عشان خاطر بس ايه مصاريفك انت بتحرجني والله حسام. معلش يا بيبي بس ماشي ما تعرفش اي حد اللي انت خدتهم. لا 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 انت خد كبير كده تعالى حبيبي احفظ. ايه ده ايه ده انت هتقعدي لي بقى كده ان شاء الله؟ عايزه ايه يا بنتي؟ يعني عايزه ايه؟ لا انت فاكره هتيجي هنا بقى بتبنك وهتتستتي وهتقعدي؟ الكلام ده ما ينفعنيش يا ماما. بصي بقى انت هتقومي كده تاخدي بعضك وتشدي نفسك على الحوض تغسلي لي شويه المواعين عشان عندنا بيت هيتنضف وسجاد هيتغسل وبطاطين هتتنقع وليله كبيره على دماغنا ودماغ اهالينا. لكن التستيطه اللي انت فيها دي يا حاجه لا بلاش منها. والمصحف يا حبيبتي اقري بعدين. ماشي يلا يلا كده قومي ما تزرجنيش معايا. يلا يلا يا حبيبتي. ايه ده ايه ده انت رايحه فين؟ هتريحي ولا ايه؟ انا خلصت المواعين يا بنتي. اه يا حبيبتي بس عندنا حاجات تانية غير المواعين، الشقه دي مش هتتكنس ولا ايه؟ نقعد معفنين. امسكي يلا المقاش. يلا انت خفي نفسك. لا تعبتي ايه؟ نشطي نفسك كده عشان الدواء اللي بتاخديه يجري كده في جسمك ويسري. يلا 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 ده وجع قلب ده انا في قرف. يلا ايه ده ايه ده ايه ده النصيبه السودا دي؟ بقول لك ايه يا وليه انت؟ انت هتقعدي تقعدي لي هنا وتبهدلي لي الفرش وتقعدي تبهدلي الدنيا؟ لا لا المرض اللي انت فيه ده لا انا ما استحملكيش. انت تدخلي جوه تترمي تقعدي زي الجزمه تتفحي، لكن تيجي هنا وتبهدلي لي الفرش وتبهدلي لي الصاله لا. اكلك جوه مش هنا مفهوم ولا لا؟ ما تنهليش كده وتبصي لي. قومي قومي يلا قومي يا ستي. ده نصيبه سودا. ايه البلاوي دي؟ ايه القرف ده؟ لونها صقرف يا جبريل. نعم يا سالم اتعلي صوتك ليه؟ تعالى يا بيه شايف المنظر اللي احنا فيه؟ في مال امك يا سيدي عماله تاكل وتهطل وبهدلت لي الدنيا والفرش والحاجه. ايه دي كل حاجه ده؟ ايه وزفت ايه القرف اللي انا فيه ده؟ اهو يا سالم اهو. ايه وزفت ايه؟ بقول لك انت مالكش شخصيه خالص. ست كبيره يا عم. بلا ست كبيره يا عم ده اقدر مسنين ما تقعدش عندي يا بنتي. كام يوم هتمشي؟ كام يوم؟ بقول لك ايه انا مش طايقاها. هي تقعد لوحدها. انا قلت لها تقعد لوحدها في الارض تاكل هناك في الاوضه لوحدها. خلاص انا قاعده لوحدها خلاص. عدي نفسك كده وقعدي. وين بقى هيشيل القرف ده؟ انا وتوسخ لي الفرش وتوسخ لي الدنيا. خلاص خلاص حقك عليا. حقك عليا؟
ناقصاك انا وامك، انت وامك قرف. اه عشان كده فيها طبقين بس بره، ده عضو متاكلها على الارض. ماشي اكلها ايه؟ فول طعميه وعيش ناشف. بعدين امانه يا عم جبريل. يلا يا حسام الاكله هيبرد يا حسام. حاضر يا جبريل، بس غريبه يعني مش المفروض يبقى في 4 اطباق يا جبريل؟ اقول لك على حاجه، لو انا ما جيتش مش المفروض يبقى في 3 اطباق؟ ده طبقين. لا ما انا ومراتي بناكل في طبق واحد. وبتاكلوا برضه بمعلقه واحده؟ على قصدك يا حسام يعني؟ قصدي الاكل اللي جوه مرمى في الاوضه ده وجنبه شيف شيبوري بتاع مين؟ ده بتاع القطه اصلا. سيدي بتاع قطه وقطه اصلا، انت اصلا بتخاف من انت ومراتك، هتدخل قطه ازاي؟ ولا انت قصدك اللي انت حاطط الاكل ده لامي وقاعد انت ومراتك بتاكل وسايب ام الامانه اللي انا سايبها لك في البيت تراعيها ومديك الفلوس بتاعت اكلها وشربها وبتاع علاجها؟ ها الفلوس يا احسن مثلا امك قاعده يعني جنبك يا احسن، قاعده عندك بالفلوس اللي هي ما تعرفوش انت امك انت واخد 4000 جنيه مني في الحق الخمس ايام اللي امك قاعده عندك فيهم، بتاكل احسن اكل، تشرب احسن شرب. طب ما ده اللي بيحصل يا حسام. لا ما بيحصلش. ما الاكل وانت جاي تكلمي يا امي، انت كنت قاعده بتاكلي بحق الله. قولي له يا امي قولي له. بحق الله لو ما كنتش هو قايل لك ما تعرفيش حسام، بحق الله كنت قاعده بتاكلي معاهم ولا كنت قاعده بتاكلي جوه؟ انا قلت لك يا حسام انا مش عايزه اجي هنا. اهو. أنا اهو. مش مرتاحه هنا. انت عندك دم. خلي عندك ماشي ورا كلام مراتك. حسام بعد اذن ما تعليش صوتك عشان الجيران وانا عملت اللي عليا. بس تتكلمش، انا مش ولا هتكلم معاك ولا عايز في بيتك ولا عاوز ادخل بيتك اصلا، انا غلطان، انا غلطان لان انا قاعد معاك البركه دي في بيتك، انت ما تستاهلش انت ولا مراتك دي اللي انت ماشي وراها في الكلام، انا اسف يا عم ليك ولمراتك اللي انا جبت الست البركه دي قعدتها عندكم، انا اللي محقوق، بس كان غصب عني، كان غصب عني بسبب ظروف شغلي، بس انا ما سمعتش كلام اختي، كلام اختي كان عندها حق. معلش يا امي حقك عليا، انا اسف. امي يا امي البسي وانا هاخدك على المعظمه كرامه في بيت اختي، على الاقل جوز بنتها هيحترمها اكتر من كده، جوز بنتها من غير ما اديله فلوس، واخد بالك؟ من غير ما اديله فلوس يصرف على امه بيها. حسام انت بتحرجني يا حسام. بحرجك؟ اه انت عندك دم عشان تتحرج، حاطط لام فول وحته طعميه وعيش ما يجوش ب 2 3 جنيه ومديك 4000 جنيه، يعني مديك لكل يوم اكتر من 900 جنيه. يعني بقول ايه، يمكن يعملها كويس بالفلوس، لكن انت ما عندكش دم برضه. اتفضلي يا امي اتفضلي. خساره خساره اللي تقعد معاك والله يا ابني، خساره. مش عارف اقول لك ايه، بسرعه يا امي عشان مش هقعد في البيت ده دقيقه.